فالسؤال دلوقتي، هل انت تمشي على علاج دوائي مع الدعامه مدى الحياه، ولا تعمل عمليه وتنسى القصه؟ طب الناس اللي هي ما بتستجيبش لاي ادويه، يعني في ناس ما بتستجيبش لاي علاج دوائي لسرعه القذف، هيبقى الحل ايه؟ ده مجبر انه يعمل عمليه او يرضى بالامر الواقع. طب الناس اللي مش بتستحمل الاثار الجانبيه الادويه بتاع سرعه القذف، يعني مثلا في ناس كبار سن كتير بيعملوا الدعامات، ده بيبقى عنده سكر وقلبه، وتلاقي معاه شنطه ادويه قد كده، لسه هتضيف له ادويه عليها. فطبعا احنا بنقول لزياده القيمه المضافه لعمليه الدعامه لابد من اجراء عمليه لسرعه القذف معها. احنا بروتوكول عندنا عمليه على عجلان علاج سرعه القذف، لا نعترض على اي تكنيك اخر، اللي يهمنا مصلحه المريض. ولكن احنا بنقول ليه نعمل العمليه؟ لان احنا دايما عندنا في قاعده، ليه تعمل الصح لما ممكن تعمل الاصح؟ احنا عاوزين نعمل اصح حاجه للمريض، لان ده افيد للطرفين، افيد للمريض وافيد لينا احنا برضه. لان احنا طبعا بمنتهى الصراحه، يعني كل ما ادينا العيان نتيجه افضل، كل ما ده يعني اثبت نجاح ابحاثنا، نجاح عملياتنا، حسن في سمعتنا. انا بتكلم بشكل عملي جدا. انا دلوقتي جاي لي مريض، ايه اللي انت عايز تعمل دعامك؟ ايه اللي يخليني اقول لك انا هعمل لك معاه عمليه سرعه قذف؟ ما انا ممكن اعملها لك وده طلبك، ولكن انت ما تعرفش. انا كطبيب مهمتي لازم اوجه لك النصح والارشاد. الطبيب ما يقدرش يجبر اي حد على اي حاجه، المريض هو سيد قراره، ولكن حقه عليا ان انا لازم اوجه له النصيحه والارشاد. وشكرا.